الفيديو ده مخصوص للناس اللي حابة تتعلم الرسم. الناس كانت بتقولي انت بتسرع الفيديوهات وبتعملها بسرعة، فانا دلوقتي عملت لكم الفيديو ده وانا بصور عادي بالكاميرا العادية خالص، ما فيهوش اي تسريع خالص. الفيديو هتبدأ ترسم بحرف البي، وهنعمل الجزء اللي فوق اصغر من اللي تحت. دي رسم بحرف البي، هرسم لكم بما ان بي باندا فهنرسم باندا بحرف البي. زي ما انتم شايفين عملنا الجزء اللي فوق اصغر من الجزء اللي تحت، لان الجزء اللي فوق هيبقى هو الراس او الدماغ. هنبدا نعمل الودان وهنظهر الجزء الداخلي زي ما انتم شايفين. بعد كده هعمل الايد للباندا، سواء الايد اللي فوق او رجلها من تحت. هنعمل الايد من فوق الاول، وكان نعمل الرجل من تحت ورجل الاتجاه التاني. وطبعا الايد الاتجاه التاني مش تبقى باينه لان احنا بنرسم من جنب واحد. هنبدا نرسم العينتين، وبعد كده نبدا نرسم البق. هنرسم برضو العين صغيره شويه زي ما انتم شايفين، تمام، عباره عن دوائر، وبنعمل دايره تانية صغيره جوه وبنظهر لها، وهنرسم البق. ده كده يبقى انا علمتك ترسم حاجه النهارده. لو حابين نمشي بنفس المستوى التعليمي واعلمكم الرسومات، اكتبوا لي في الكومنتات حابين تتعلموا ايه بالظبط. وطبعا ما تنساش لو الفيديو عجبك تدوس متابعه، تدوس على علامه الزائد اللي تحت صورتي خليها تختفي، وتكتب لي كومنت، وتكتب لي حابب نرسم الرسمه اللي جايه بحرف مين. وما تنساش تعمل لي حركات الاكسبلور، 5 حركات اكسبلور.